لا يمكن قراءة الجهد التفاوضي الحالي والحراك الكبير للوسطاء المصريين والقطريين ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية إلا في سياق التوتر الكبير في الإقليم واحتمالات الضربة التي يمكن أن يوجهها محور المقاومة، إما بشكل متتالي أو متزامن ردا على الاغتيالات الأخيرة بما فيها اغتيالين القيادي فؤاد شكر في حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وكل ما يأتي من تحركات في إطار محاولة تفريغ هذا الرد من مضمونه أو دفع الإيراني إلى مراجعة خطواته وتأجيل التصعيد المفترض على قاعدة أن هناك فرصة لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. لكن ما يجري على أرض الواقع هو المزيد من المماطلة وشراء الوقت في إطار محاولة يعني تبديد أي إمكانية لوجود رد حقيقي أو تطور أو تدحرج الأمور في الشرق الأوسط نحو حرب إقليمية لا يريدها غالبية الأطراف وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات. لكن واقعيا نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى وقف لإطلاق النار أو أي تنازل حقيقي، هو يريد المزيد من الوقت للاستمرار في المزيد من الجرائم والمزيد من الإغال في الدماء الفلسطينية، وذلك حفاظا على مستقبله السياسي وبحثا عن النصر المطلق الذي لا وجود له في قطاع غزة ضمن العمليات الحالية. الجولة المرتقبة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة لن تأتي بأي جديد طالما من حيث المبدأ لا يوجد أي تغير في الموقف الإسرائيلي أو قبول بما تريده المقاومة، والاشتراطات التي يضعها نتنياهو هي اشتراطات غير مقبولة على المقاومة وخصوصا بما يتعلق بالبقاء في محور فيلادلفيا ومحور نتسليم. المقاومة موقفها واضح ومحسوم بأن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، العودة غير المشروطة لأهالي شمال القطاع إلى منازلهم، وصفقة عادلة لإطلاق الأسرى هي المدخل الحقيقي لوقف إطلاق النار، وما دون ذلك هو مجرد شراء للوقت ومنح الاحتلال المزيد من المساحة لارتكاب المزيد من الجرائم.